اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى الحقيقه النادي الاهلي دلوقتي حالا او منذ قليل بينعي العميد محمد ابو السعود رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي ينعون ببالغ الحزن والاسى العميد محمد ابو السعود رئيس النادي الاسماعيلي الاسبق الذي وافته المنيه داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اسرته الكريمه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون